بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي نتكلم المرة دي إن شاء الله عن إزاي نعمل كرييت للبيرسونال جي داتابيز و كرييت للفيتشر دات سيت والفيتشر كلاس، وناخد فكرة عامة عنهم إن شاء الله من خلال ستارت أول بروجرامز أرك جي إس. نفتح الأرك كاتالوج، وزي ما عرفنا قبل كده ان الارك كاتالوج المفروض هو المسؤول عن انشاء الملفات الخاصه باي بروجكت انا ابتدي اشتغل فيه، وكانه الحاجه المنظمه او المنسقه للملفات بتاعتي قبل ما ابتدي في الشغل نفسه. من خلال الارك كاتالوج بعمل مثلا كليك يمين نيو، اعمل فولدر جديد مثلا باسم بروجكت بروجكت 2. من خلال الفولدر اللي هو بروجكت 2 من جواه انا هبتدي اعمل دلوقتي بيرسونال جي داتابيز. من خلال اي فولدر كده بعمل كليك يمين نيو، او من خلال فايل بعمل نيو، بلاقي نفسي تقريبا الايه الحاجات. كليك يمين نيو بلاقي قدامي في حاجه اسمها بيرسونال جي داتابيز، وده هنا في الاصدار 9.1 ارك جي اس 9.1. هنلقى بيرسونال جي داتابيز بعد كده في الاصدار 9.2 9.3. بقى في اتنين من الجي داتابيز، في بيرسونال جي داتابيز وفي فايل جي داتابيز. البيرسونال جي داتابيز هي اللي هنتكلم عنها، وهي تعتبر عبارة عن الشيء الكبير قوي اللي بحط فيه، اللي بيقدر يحتوي على كذا فيتشر دا سيت وعدد من الفيتشر كلاس وراستر وداتابيز وكل الحاجات اللي انا ايه بحتاجها في البروجكت اللي ببتدي اشتغل فيه. من خلال كليك يمين نيو بيرسونال داتابيز بيبتدي يديني نيو بيرسونال داتابيز، بسميها زي بدلها اسم اللي انا عايزه او اسيبها زي ما هي مفيش مشكله. من خلال دبل كليك بقدر ادخل جواها، بعمل كليك يمين كده انا واقف على البيرسونال داتابيز اللي هي اسمها نيو بيرسونال داتابيز اللي قدامنا كده، بعمل كليك يمين نيو بلقى امكانيات جديده اضافت لي زي الفيتشر دات سيت، وهي الحاويه اللي بتشمل الفيتشر كلاس الكتيره اللي ممكن تبقى جواها، او الفيتشر كلاس ممكن يبقى من بره يعني بداخل مباشره من الفيتشر من البيرسونال داتابيز، او ممكن اعمل جوه البيرسونال داتابيز برضو تيبل وهكذا. احنا هنبتدي نشتغل بمثلا بايه بشكل احسن شويه، اللي هو ايه هعمل بيرسونال داتابيز وجواها فيتشر دات سيت، وجوه الفيتشر دات سيت هعمل فيتشر كلاس. هبتدي دلوقتي اعمل نيو فيتشر دات سيت. الفيتشر دات سيت بيديني امكانيه ويندو كده، في الويندو دي بيديني امكانيه ان انا ابتدي اكتب النيم اللي عندي ده هو اسم الفيتشر دات سيت. هفترض ان انا هسميها اي اسم برو مثلا، وهنا في الديسكريبشن في النون كوردينيت سيستم. النون كوردينيت سيستم ده هنا هبتدي اعرف الكوردينيت سيستم بالنسبه للفيتشر دات سيت بتاعتي، وتعريف الكوردينيت سيستم الفيتشر دات سيت هيتطلب ان انا ادخل على edit من خلالها اختار select، وابتدي اختار project coordinate system. لو البروجكت اللي عندي في coordinate system زي ال UTM او زي ال ATM في مصر مثلا، او اي ايه حاجة لها ال coordinate system بتاعها. اما لو الاختيار التاني ممكن اعمل select geography coordinate system، لو انا هشتغل حاجة geography او حاجة فيها لات ولونج، فيها خطوط طول دوار عرض. ده طبعا بنستخدم ممكن لو المشروع او للحاجه اللي انا هعملها هتبقى ممتده امتداد كبير جدا على مساحه كبيره، فمش هيغطيها الكوردينيت سيستم بشكل ايه كويس. بروجكت كوردينيت سيستم انا هبتدي اعرف هنا انه يونيفرسال ترانسفيرس ماركيتور لمنطقه مثلا في اسكندريه في مصر. اخترت بروجكت كوردينيت سيستم، ومن خلالها بختار اختيار ال UTM
اللي هو خصال University Metaverse Mercator، وبعد كده في WGS 1984، ومن خلالها بختار WGS 1984 UTM زون 36 نورث، ومصر واقع يعني معظم مصر واقع في الزون 35 نورث و36 نورث، 35 نورث و36 نورث، جزء صغير جدا موجود في 37 نورث، بس جزء قليل طبعا جدا مش معروف قوي يعني. WGS 1984 UTM زون 36 نورث هو ده الكوردين سيستم اللي انا هستغله. بعمل اد، ده بالنسبة لي كده الديتيلز بتاعت الكوردين سيستم اللي انا اخترتها ان انا اعرف فيها الفيتشر داتا سيت. الفيتشر داتا سيت كده انا بعمل لها الديفاين بروجكشن بتاعها او الكوردين سيستم، بعرفها الكوردين سيستم بتاعها، اللي من خلالها بعد كده الفيتشر كلاس اللي هنشيها جواها مش هعرف منها اي احداثيات او اي شيء من هذا القبيل. وهنا اكس واي دومين، المينيمم اكس والماكسيمم اكس والمينيمم واي والماكسيمم واي، دي الاحداثيات او الارقام اللي هيخلقوا مساحة اقدر ارسم فيها. خارج المساحة، خارج الارقام دي، مش هقدر اشتغل في المنطقة الاحداثياتها خارج المنطقة دي. طبعا ممكن ان احنا نفترض اي ارقام كده، زي مثلا دول كده 6 ارقام، ده مينيمم خليهم 4 ارقام، ده مينيمم اكس والمينيمم واي، خليناهم برضو 5 ارقام تقريبا، والبريسيشن خليها ديفولت كده 1000. وبعد كده مجرد ما كليك واحده، هل الارقام اتغيرت معايا في الايه، في الماكسيموم اكس والماكسيموم واي على حسب البريسيشن اللي انا حطيته. لو انا عملت كده وقلت ابلاي وقلت اوكي وقلت اوكي، كده انا انشأ فيتشر دوت سيت متعرفه ب يو تي ام، انها يو تي ام دبليو جي 4836 نورث. من خلالها من جواها دبل كليك، ابقى انا دخلت كده داخل الفيتشر دوت سيت اللي انا عرفتها، بقدر اعمل كليك يمين نيو، بلقى حاجه عندي اسمها فيتشر كلاس. من خلال الفيتشر كلاس او الفيتشر كلاس، هو نفس اللي احنا اتكلمنا فيه مره قبل كده، اللي هو بمعنى طبقه او بمعنى شيب فايل او بمعنى لير، زي كلمه بالظبط كده لير على الاوتوكاد للناس اللي شغالين اوتوكاد وهكذا. النيم هبتدي مثلا ان انا هعمل شيب فايل مثلا باسم رود، شيب فايل باسم رود ده النيم بتاعه. بعد كده بعمل نيكست، بعد كده نيكست، بعد كده هنا في حاجه اسمها جيومتري قصاد كلمه شيب. جيومتري لو انا وقفت عليها كده، مجرد ما اقف عليها بلقى في عندي شويه تفاصيل، اهمهم طبعا الجيومتري تايب اللي هو التايب اللي انا بنشئ بيه الفيتشر كلاس. يعني انا عندي 3 اختيارات برضو اساسيه، اللي هي البوينت والبول لاين والبولجون. طبعا مجرد ما انا اقف هنا بتظهر لي كومبو بوكس، وبكليك عليها بلقى الانواع الاساسيه بتاعه الايه، الفيتشر كلاس انا اختارها الفيتشر تايب، وانا بختار البولجون لان هو اللي انا عايزه. بعد كده في سبيشال ريفرنس، بلقى الفيتشر كلاس متعرف انه دبليو جي 84 زون 36 نورث يو تي ام، على الرغم ان انا ما عرفتوش، لكن ان الفيتشر كلاس داخل الفيتشر دي سيت اللي انا عرفتها قبل كده، فكل الفيتشر كلاس اللي جواها هتبقى متعرفه. واخيرا ممكن اعمل فيلدات هنا زياده يعني جديده، ممكن مثلا اعمل فيلد اسمه اي اندرسكور كده نيم، ماشي، واختار انه تكست مثلا، واختار لينس معين للتكست ده زي ما انا عايز، واخيرا فينش. كده انا انشات فيتشر كلاس. الفيتشر كلاس بيظهر بشكل رمادي كده بشكل البولجون، وده رمادي كده. الفيتشر كلاس اسمه رود، الفيتشر كلاس اللي انا انشاته داخل فيتشر دوت سيت، والفيتشر دوت سيت اللي انا انشاتها داخل بيرسونال جيو داتا بيز. طبعا الفيتشر كلاس دي لسه هبتدي اضيفها على الارك ماب، واقدر اشتغل عليها زي ما اشتغلنا قبل كده على الشيب فايلز مثلا وهكذا. على الارك ماب بنضيف الفيتشر كلاس او اي صوره او اي خريطه، زي باد داتا، كليك على اد داتا وعلى البارتيشن سي،
وبعد كده على Project 2 فولدر بلقى ال Personal Database اللي هي بالشكل ده، بلقى ال Feature Dataset اللي هي بالشكل ده، بلقى ال Feature Class. لما اعمله Add ينزل معايا في ال Table of Contents، وطبعا المساحة دي فاضية لان لسه مرسمتش اي حاجة عليه. ممكن طبعا ابتدي اقول Editor Start Editing وابتدي ارسم على الفيتشر كلاس الجديد اللي انا ايه انشأته. اللي انا عايز اقوله بس هنا في الارك كاتالوج العملية منظمة جدا، العملية واضحة وبسيطة، لكن في الكمبيوتر هنا هنلاقي الموضوع مختلف، لان النيو بيرسونال داتا بيز ده ملف ام دي بي، كانه ملف اكسس. يعني من خلال الكمبيوتر لما انا بعمل على السي كده بدخل على بروجكت 2 بلقى الملف كده ام دي بي، يعني مش بقدرش اتعامل معاه من خلال الكمبيوتر، بقدر اتعامل معاه من خلال الارك كاتالوج وهكذا. كل الحاجات اللي جواه بقى اللي هي الفيتشر سيت وال سواء الفيتشر سيت او الفيتشر كلاس اللي جواها وهكذا.